هالفيديو يا أحباب عبارة عن ورشة مصغرة لزراعة بذور الرقي والقرعيات داخل البيت، فتحملوا طولة شوية. القاعدة الأولى بزراعة البذور بالبيت هي أني ما أستخدم إلا تربة تشتيل جديدة، وهالشيء أهميته بأنه يجنبنا الأعفان والأمراض اللي تحوش البذور والشتلات داخل البيت. وقبل لا أعبي تربتي بالأكواب أتأكد أن فيها شوية رطوبة، هالشيء راح يفيد. بعد شوية راح أقول لكم شلون. أنا استخدمت هني الأصيصات الجاهزة للزراعة، واللي ما عنده أصيصات يقدر يستخدم أي وعاء يبي، بشرط يكون حجمه مناسب ونظيف ومعقم، والشرط الثاني المهم إنه يسوي فيه فتحات لتصريف الماء الزايد من تحت. إذا كانت التربة عندكم وايد ناشفة فوايد أنصح إنكم ترطبونها قبل لا توزعونها بالأصيصات. السبب إنكم لو عبيتوا التربة وهي وايد ناشفة بالأصيصات وحاولتوا تسقونها سواء من فوق كذي أو من تحت بالصينية ما راح تشرب الماء بسرعة، وراح يظل الماء كذي راكد طبقة فترة طويلة، وهذا شيء مزعج بعملية الزراعة. إذا حسيتوا أنتوا قاعد تحاولون ترطبون التربة بالماء إنكم خربطتوا الدنيا وحطيتوا ماء وايد، مو مشكلة، عصروا الماء كذي حيل بإيدكم، وبعدين هذا اللي يطلع راح يكون ممتاز حق زراعة البذور. الحين عقب ما وزعنا التربة الرطبة صار دور نطلع البذور. راح أطلع بذرتين حق كل أصيص، يعني راح نزرع شتلتين في كل أصيص. الطرف المدبب للبذرة، وهالشي ينطبق حتى على القرع والبطيخ، راح يكون في الاتجاه الأسفل، وراح ادفن بعمق تقريبا سنتي ونص، يعني قد عقلة صبعي، وازرع البذرة الثانية على بعد سنتيين من البذرة الاولى. اضغط ضغط خفيف كذي على التربة، ابيها تحضن البذور، وبعدين ارطب التربة من فوق. انا احب استخدم الاختراع الحلو هذا، مجرد دبوس كذي اسوي فتحات بغطا بطل ماي واسقي فيه البذور ارطبها من فوق. لاحظوا شلون التربة الرطبة تشرب الماي بسرعة وبنفس اللحظة. الخطوة الثانية اللي بعدها وهي وايد مهمة، اني اكتب اسم الصنف وتاريخ البذر على كل نوع، وهذا راح يساعدني بمراقبة عملية التشتيل داخل البيت، وحتى راح يساعدني بعدين بالحديقة، فلا تغفلون عن هالخطوة. اللي ما عنده العلامات البيضة هذه يكتب مباشرة على الكوب مو مشكلة، المهم انه يكتب. ولان احنا الحين قاعدين نشتل الرقي محب للحرارة والصيف داخل البيت في جو بارد، وايد مفيد اني احط ثيرموميتر يراقب لي الحرارة في جو غرفة التشتيل. عقب ما خلصنا من زراعة البذور صار لازم نغطيهم علشان نحافظ على الجو الرطب حق عملية التبرعم. اللي ما عنده الصينية هذه او الغطاء عادي يقدر يستخدم اكياس الساندويتش يغطي الاصيصات واحد واحد، وبكذي يصير عنده كذا محمية صغيرة بالصينية. ولأن مثل ما قلت لكم احنا قاعد نحاول نبرعم بذور تحب الحرارة في وقت الشتاء، وايد مهم اني احطهم مكان دافي. انا دائما استخدم دفاية الزيت. لاحظوا شلون تغير الرقم مرتفع، وهذه ميزة وجود ثيرموميتر، اكون انا عارفة شنو الحرارة الموجودة. وللعلم افضل حرارة ممكن تخلي لكم البذور تبرعم بسرعة هي ما بين 30 و35 مئوية. تمام، برعمت بذورنا وما شاء الله، شنو الشيء المهم الثاني الحين؟ موضوع الإضاءة. بمجرد ما تشق البذرة التربة وتطلع على طول أحط لها إضاءة بيضة قوية ساطعة على بعد 5 سنتي من الشتلة. لازم ما تأخر ولا حتى يوم، لأن راح تشوفون الاستطالة صارت، ولازم ما أبعد الليت عن الشتلة. وكل شيء لحل، يعني أنا شتلتي صغيرة وعندي الغطاء طويل واسع، فأحط لها شيء كذي يرفعها بحيث يصير الليت يمها مثل ما أبي 5 سنتي، وبعدين أحط الغطاء وأحط فوق الليت. أنا عندي هذه طريقتي لأن هذا الليت اللي عندي كذي وصينيتي كذي. أنتوا نسقوا على حسب إبداعاتكم على حسب الموجود، المهم الإضاءة تكون قريبة وايد من الشتلات بهالطريقة. هني شتلتي كبرت شوي فخلاص شلت اللي تحتها لأن قدرت تطول الليت. ولا تفكرون انكم تحطون الشتلات يم الدريشة، الضوء اللي جاي منها ما راح يكفيها، وراح تشوفون الشتلة مسكينة شلون رقبتها طالت ومتجهة اتجاه معين تدور على الضوء. ني الحين حق موضوع الري، وهو موضوع جدا مهم وعليه يعتمد نجاح او فشل عملية التشتيل. والقاعدة معروفة واظن انكم حفظتوها، ما نسقي الا لما ينشف سطح التربة من فوق، ولما نسقي اسقي كذي من تحت بالصينية. وعقب ما التربة تتشرب الماي بالأصيص وتصير سودة أتخلص من كل الماي الزايد بالصينية،
ما أخليه ينقع علشان الجذور لا تختنق أو تعفن. أما موضوع التغذية فيعتمد على خلطة التربة من البداية. إذا كانت خلطتكم غنية فيها كومبوست فما راح تحتاجون تغذون إلى أن تنقلون الشتلة، ولكن إذا كانت خلطتكم فقيرة بالمغذيات، يعني مثلا زارعين بخلطة بيت موس وبيرلايت، فراح تحتاجون تضيفون مغذي سائل مثل سماد الدود السائل مع ماي السقي. وتذكرون إن إحنا زرعنا بذرتين بالأصيص، إحنا زرعناهم علشان نستفيد من شتلة واحدة فقط، الثانية واللي هي الأضعف راح نقصها بالمقص. ما يصير نحاول نفصلهم كذي ونستفيد من الشتلتين، لأن جذور القرعيات جدا حساسة وهالعملية راح تتعب الشتلتين. اللي تابع الفيديو للآخر أشكره من قلبي، ويا رب تصير شتلاتكم خضرة ويانعة وتهبل، علشان بعدين أوريكم شلون راح ننقلهم برا بعد التعويد شوي شوي على الجو الخارجي. أتمنى لكم زراعة موفقة يا رب، ورقي مثل السكر.